every single day I'm gonna make something great. That's my way. السلام عليكم متتبعي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي قناة لوبانيتا شانيل. إذا كنتوا أول مرة تشرفوني بالزيارة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد دائما، وما تنسوش تبارتجوا الفيديو مع الأهل والأحباب لتعم الفائدة على الجميع. اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير ساندويتش اللي كيجي هائل ولذيذ. تقدروا توجدوا الأطفال ديالكم يدوا معهم المدرسة أو يدوا للشاطئ البحر، ما تحتاجوش توجدوا ماكلة كثيرة، فقط هاد الساندويتش كافي، وفي نفس الوقت المذاق ديالو رائع جدا، غادي يعجب الكبار قبل الصغار. إلا بغيتوا تشوفوا الطريقة كيفاش حضرتوا تابعوا معي الفيديو إلى النهاية. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا الباريزيان اللي غادي يكون على حسب العدد تاع الساندويتشات اللي غادي نوجدوا، وغادي نحتاجوا ايضا جوج كؤوس صغار ديال المايونيز. غادي نحتاجوا هنا عندنا الثوم بودره، الملح، الفلفل الاسود اي الابزار. غادي نحتاجوا حبات ديال الطماطم اللي غادي نقطعوهم بهذا الشكل. غادي نحتاجوا حبات تاع الخيار اللي قطعناهم ايضا بهذا الشكل الدائري. غادي نحتاجوا واحد الكميه تاع الخس اللي قطعناه حتى هي، وغادي نحتاجوا واحد الكاس تاع الكرافس. غادي نحتاجوا في هذه الحشوه الدجاج اللي غادي نشحروه في مقلاه مع زيت الزيتون والقليل من الملح وبودره الثوم بهذا الشكل اللي كتشاهدوا معايا. غادي نشحروا داك الدجاج ديالنا جيدا حتى غادي يتشحر لينا الدجاج ديالنا مزيان، وغادي يطيب لينا داك الدجاج. من بعد غادي نحتاجو نفس جو الكرافس وعصير ديال نصف حامضة، بودرة الثوم، فلفل اسود والملح، وغادي نحتاجو نصف كأس ديال المايونيز. غادي ناخدو المكونات ديالنا كاملة وغادي نضيفوها على الدجاج اللي شحرناه مع القليل من الفلفل الاسود والملح وبودرة الثوم. من بعد ما ضفنا المكونات كاملة غادي نضيفو عصير الحامض حتى هو، وغادي ندمجو المكونات مع بعضها. ضفنا داك الكرافس والمايونيز وعصير الحامض مع الدجاج ودمجنا جيدا، ومن بعد ضفنا ديك بودرة الثوم، الفلفل الاسود والملح، ودمجنا المكونات بنفس الطريقة. وهذه الحشوة اللي حصلنا عليها. من بعد ما وجدنا الحشوة ديالنا غادي ندوزو لطريقة تحضير الساندويتش ديالنا. غادي ناخدو الخبز، وغادي نحتاجو داك الخس اللي وضعناه في الأسفل تاع الخبز كما كتشاهدو معايا. وضعنا الخس، ومن بعد وضعنا داك الطماطم والخيار اللي قطعناهم بشكل دائري. وضعنا حبة ديال الطماطم، قطعة من الطماطم، قطعة من الخيار بنفس الطريقة اللي كتشاهدوها معايا في الفيديو، باش غادي نحصلو على هاد الساندويتش اللي كيجي المذاق ديالو هائل ولذيذ، وتقدروا تستعملوه للابناء ديالكم في المدرسة. غادي نحتاج ايضا هاد الملعقة تاع الايس كريم باش غادي نهز الحشوة تاع الدجاج. الا ما توفرتش عندكم ممكن تستعملوا الملعقة العادية، ما كاين حتى شي مشكل. غادي نوضعوا الدجاج ديالنا بهاد الشكل كما كتشاهدوا معايا. هاد الساندويتش كيجي هائل ولذيذ كما قلت لكم، تقدروا تدوه للبحر، يعني ساندويتش سريع تدوه معكم للبحر الاطفال ديالكم، غادي يحمق الاطفال والكبار بالطبع. صافي، وغادي نسرحوا بسكين داك الدجاج، الحشوه تاع الدجاج ديالنا بهذا الشكل. صافي، وغادي نغلقوا داك الساندويتش ديالنا، وغادي ندوزو نقطعوه ونقدموه في طبق التقديم. وهذه هي النتيجه النهائيه ديال الساندويتش ديالنا اللي رافقناه بالبطاطا مقليه. الى عجبتكم وصفه اليوم اللي كتجي هائله ولذيذه، وكنصحكم تجربوها لانها غتحمقكم، غادي تعجب الكبار قبل من الصغار. وهذه النتيجه النهائيه. ما تنساوش الا كنتوا اول مره تشرفوني بالزياره تضغطوا على زر اعجاب وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد دائما، وما تنساوش بارتاجيو الفيديو مع الأهل والأحباب، لأنني كنتعب في المونتاج والتصوير وكنقدم لكم وصفات اللي جديدة وحصرية على قناتي فقط، ولكن ما كنلقاش التفاعل وما كنلقاش الدعم اللي أنا محتاجاه. كنتمنى منكم تدعموني باش نستمر نقدم لكم أجمل الوصفات، وما تنساوش تخلوا لي تعليقاتكم أسفل الفيديو لأنها كتساعدني وكتفرحني بزاف أنني نشوف أنكم تفاعلوا مع الفيديوهات ديالي.
شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديوهات مقبلة بإذن الله.